الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الرابع والأخير من المحاضرة التاسعة، والذي سنستكمل فيه شرح عملية البناء الضوئي، وذلك بتناول شرح مسارات تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات رباعية الكربون ونباتات الأيض الحمض العصار التشحمي اللي بنختصرها بالكام. وهنبدأ بشرح مسلك تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات رباعية الكربون، واللي بنطلق عليه مسلك أو دورة هاتشي وسلاك. يحدث هذا المسلك في الكثير من النباتات، وأغلبها بتكون نباتات استوائية بتعيش تحت ظروف صعبة من حيث درجات الحرارة المرتفعة وشدة الإضاءة العالية ونقص الإمداد المائي، كما أن بعضها بيعيش في بيئات ملحية. كل هذه العوامل من العوامل اللي هي بتشجع حدوث التنفس الضوئي، واللي الدور بيأثر على كفاءة عملية البناء الضوئي. ورغم ذلك فإن هذه النباتات بتمتاز بمعدل بناء ضوئي عالي وسريع. ليه؟ بداية احنا أشرنا في الجزء السابق إن تحت ظروف الإجهاد، سواء كانت درجات حرارة عالية أو إضاءة عالية أو نقص في الإمداد المائي أو زيادة تركيز الأملاح، كل ذلك بيؤدي أو بيشجع غلق الصخور علشان النباتات تقلل فقد الماء بالتبخير وتحافظ على المحتوى المائي بداخلها في مستوى مناسب. وغلق الصخور يترتب عليه زيادة تركيز الأكسجين إلى ثاني أكسيد الكربون في النسيج المتوسط، لأن نتيجة غلق الصخور الأكسجين بينتج من انشطار الماء ضوئيا ما بيخرجش للهواء الجوي، وكذلك ثاني أكسيد الكربون ما بيدخلش من الهواء الجوي إلى داخل النسيج المتوسط نتيجة غلق الصخور. ومع استمرار عملية البناء الضوئي ألاقي أن تركيز ثاني أكسيد الكربون بينخفض في النسيج المتوسط وتركيز الأكسجين بيزيد قوي، وزيادة الأكسجين إلى ثاني أكسيد الكربون بيشجع حدوث التنفس الضوئي، لأن بيأثر على نشاط إنزيم الريبولوز 1.5-الفوسفات كربوكسيليز أكسجينيز اللي بنقول عليه الريبسكو، ويخليه يسلك مسلك الأكسجينيز، يعني يحصل تنفس ضوئي، وبالتالي تقل كفاءة البناء الضوئي. ورغم ذلك ورغم توفر هذه الظروف المشجعة لحدوث التنفس الضوئي في هذه النباتات، إلا أن هذه النباتات بتمتاز بمعدل بناء ضوئي عالي وسريع. ليه؟ لأن هذه النباتات ربنا سبحانه وتعالى حباها بصفات فسيولوجية وتشريحية معينة تمكنها من منع حدوث التنفس الضوئي وأداء عملية البناء الضوئي بكفاءة عالية جدا، وبالتالي هيكون نموها سريع وإنتاجها عالي زي ما هنشوف من خلال عرض الصفات المميزة لهذه النباتات. أو بيقول لي الصخور في هذه النباتات بتغلق بسرعة، أي لها مقاومة عالية. في هذه النباتات لا يحدث تنفس ضوئي، وإن حدث يكون نادر جدا وبمعدل منخفض للغاية، لأن قلنا لها صفات فسيولوجية وتشريحية هنشوفها في الشريحة اللي جاية بتمكنها من منع حدوث التنفس الضوئي. وطالما ما حصلش فيها تنفس ضوئي يبقى معدل بناء الجليكولات فيها هيكون منخفض أو منعدم تماما، ونتيجة لذلك بتكون عملية البناء الضوئي أكبر أو ضعف معدلها في النباتات ثلاثية الكربون، وذلك يؤدي إلى أن هذه النباتات تمتاز بسرعة نموها وغزارة إنتاجها، بيكون سريعة النمو وغزيرة الإنتاج نتيجة لكفاءة بنائها الضوئي العالية. وبالتالي ممكن أسأل سؤال هنا، أو الجزء ده ممكن يكون موضع سؤال بيقيس مدى تركيز وفهم الطالب للمعلومات اللي بيدرسها، إن هو يقول لك هنا علل تمتاز النباتات رباعية الكربون بسرعة نموها وغزارة إنتاجها مقارنة بالنباتات ثلاثية الكربون، رغم أن النباتات رباعية الكربون تم تحت ظروف بيئية صعبة جدا ومشجعة للتنفس الضوئي. ومنتهى البساطة هتكون الإجابة، هنقول لأن هذه النباتات تمتاز بصفات فسيولوجية وتشريحية تمكنها من منع حدوث التنفس الضوئي بها وأداء عملية البناء الضوئي بكفاءة عالية جدا، وبالتالي بيكون إنتاجها من السكريات والمواد العضوية كبير أو ضعف اللي بيحصل في النباتات الثلاثية، لذلك بيكون نموها سريع وإنتاجها عالي. طب ما هي الصفات الفسيولوجية والتشريحية اللي بتتميز بها النباتات دي؟ أولا هو عرض لي هنا يعني رسم ثلاثي الأبعاد بيوضح لي قطاع عرضي في ورقة نبات من النباتات ثلاثية الكربون وورقة نبات آخر من النباتات رباعية الكربون، تمام؟ هلاحظ ان في النباتات ثلاثية الكربون والنباتات رباعية الكربون الورقة بتتكون من بشرة عليا وبشرة سفلى في الاثنين اهو، ركز معايا. بعد كده في عندي بين البشرتين نسيج من خلايا كلورانكينية غنية بالبلاستيدات الخضراء اللي هي بنسميها خلايا النسيج المتوسط، وبيوجد في مناطق العروق الدقيقة
حزم وعائية، اللي هي الحزم الوعائية الصغيرة في الاثنين اهي. في حالة النباتات ثلاثية الكربون بتكون الحزمة الوعائية محاطة بصف من خلايا برانكيمية خالية من البلاستيدات الخضراء. اما في النباتات رباعية الكربون، يعني الرسمة دي للنباتات رباعية الكربون، بلاقي ان الحزم الوعائية الصغيرة محاطة بخلايا برانكيمية بتكون ممتلئة بالبلاستيدات الخضراء أو محتوية على بلاستيدات خضراء، وهذه الخلايا بنسميها خلايا غلاف الحزمة أو الضفيرة. يعني أول ميزة تشريحية بتميز أوراق النباتات رباعية الكربون عن النباتات ثلاثية الكربون إن خلايا غلاف الحزمة اللي بتحط الحزم الوعائية الصغيرة في النباتات رباعية الكربون بتحتوي على بلاستيدات خضراء، وبنسميها بخلايا الضفيرة أو غلاف الحزمة. أما في النباتات ثلاثية الكربون فخلايا غلاف الحزمة لا تحتوي على بلاستيدات خضراء. دي ميزة مهمة جدا وهيكون لها دور زي ما هنشوف دلوقتي. الحاجة الثانية إن أقل البلاستيدات الخضراء في خلايا غلاف الحزمة في النباتات رباعية الكربون بتكون فقيرة في الجرام، يعني أقراص السيليكويت اللي موجودة بها بتكون قليلة، وفي نفس الوقت بيكون النظام الضوئي الثاني في البلاستيدات الخضراء لخلايا غلاف الحزمة معطل، بيكون ايه؟ معطل، وبالتالي انحلال الماء ضوئيا في هذه الخلايا وتصاعد الاكسجين بيكون واقف او منخفض جدا. الحاجة بقى الفسيولوجية المهمة ان هذه الخلايا غنية بانزيم الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات كربوكسيليز اللي هو بنسميه الريبيسكو. تاني هقول الكلام ده علشان اثبته في دماغك. خلايا غلاف الحزمة في النباتات رباعية الكربون بتحتوي على بلاستيدات خضراء، هذه البلاستيدات الخضراء فقيرة في أغشية الثيلاكويد ولكنها تحتوي على إنزيم الريبسكو والإنزيمات الأخرى اللازمة لتثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون من خلال دور كلفن وبنسون. الحاجة اللي بعد كده أن البلاستيدات الخضراء في خلايا غلاف الحزمة بيكون فيها النظام الضوئي الثاني معطل، وبالتالي لا يحدث فيها فسفرة ضوئية غير دائرية، ومن ثم لا يحدث انحلال ضوئي للماء ولا يتصاعد أكسجين، يعني تركيز الأكسجين في هذه الخلايا بيكون منخفض جدا. تمام؟ تمام. خلايا النسيج المتوسط بقى للنباتات رباعية الكربون بتمتاز بأنها بتحتوي على بلاستيدات خضراء بأعداد كبيرة. البلاستيدات الخضراء صغيرة الحجم بيكون فيها عدد كبير جدا من أغشية الثيلاكويد، بتحدث فيها فسفرة ضوئية غير دائرية، يعني النظام الضوئي الثاني بيكون شغال وبيحدث انحلال ضوئي للماء وتصاعد الأكسجين بتركيز عالي جدا، يعني عكس صفات البلاستيدات الخضراء في خلايا الضفيرة. لكن شوف بقى إيه اللي موجود، إيه اللي بيميزها من الناحية الفسيولوجية، إن الإنزيم اللي موجود فيها وبيقوم بتثبيت ثاني أكسيد الكربون هو إنزيم الفوسفوينول بايروفيك كربوكسيليز، فوسفوينول بيروفيك كربوكسيليز، والمستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون هو مركب فوسفوينول بيروفيك، ده مركب فيه 3 ذرات كربون. تاني الحتة دي، خلايا النسيج المتوسط للأوراق في النباتات رباعية الكربون بتمتاز باحتوائها على عدد كبير من البلاستيدات الخضراء، والبلاستيدات صغيرة الحجم ولكنها تحتوي على عدد كبير من أغشية الجرانا بتتم فيها الفسفرة الضوئية بالطريقة غير الدائرية، يعني بيحدث انحلال ضوئي للماء ويتصاعد الأكسجين بتركيز عالي، لكن هذه الخلايا لا تحتوي على إنزيم الريبولوز 1.5 ثنائي الفوسفات كربوكسيليز اللي هو الريبسكو، وإنما تحتوي على إنزيم تاني بيقوم بتثبيت ثاني أكسيد الكربون، وهو إنزيم الفوسفوينول بايروفيك كربوكسيليز اللي بيقوم بتثبيت ثاني أكسيد الكربون على مستقبل بيسمى الفوسفوينول بايروفيك، وهو مركب ذو 3 ذرات كربون. الحتة بقى اللي لازم نعرفها هنا إن إنزيم الفوسفوينول بايروفيك يوجد عليه مواقع نشطة لا ترتبط إلا بثاني أكسيد الكربون، لا ترتبط إلا بثاني أكسيد الكربون، وعشان الخلايا دي قلنا بيحصل فيها انشطار ضوئي سريع للماء وبيساعد الأكسجين بكثافة كبيرة، لكن الإنزيم اللي بيقوم بالتثبيت هنا إنزيم تاني غير الريبسكو، إنزيم الفوسفوينول بايروفيك كربوكسيليز، وهذا الإنزيم لا يرتبط إلا بثاني أكسيد الكربون، ما بيرتبطش بالأكسجين، وبالتالي الأكسجين اللي بينتج بكمية كبيرة في خلايا النسيج المتوسط مش هيأثر خالص على نشاط إنزيم الفوسفوينول بايروفيك، لأن ما بيرتبطش بيه، كاره له وما بيرتبطش بثاني أكسيد الكربون. تمام؟ ودي تعتبر الآلية اللي بتقاوم بها هذه النباتات حدوث التنفس الضوئي او الظروف البيئيه الصعبه اللي يهتموا فيها. فهنلاقي ان هذه النباتات ثاني اكسيد الكربون هيتثبت فيها مرتين وفي نوعين من الخلايا، على عكس نباتات ثلاثيه الكربون. ففي نباتات ثلاثيه الكربون ثاني اكسيد الكربون الغازي اللي هو بتاع الجو بيتثبت مره واحده
في خلايا النسيج المتوسط بواسطة إنزيم الريبسكو، ويتم اختزاله وتحويله إلى سكر سداسي من خلال باقي التفاعلات اللي بتتم في الدورة. أما في النباتات رباعية الكربون، ثاني أكسيد الكربون الغازي هيتثبت مرة في خلايا النسيج المتوسط، ثم هيتثبت مرة تانية في خلايا الضفيرة. نشوف بقى الكلام ده هيحصل إزاي. المخطط اللي موجود عندي هنا عامل اهو اسمه جزئين. الجزء الاولاني كاتب لي ميزوفيل سيل، يعني خليه من خلايا النسيج المتوسط، وهنا الباندل شير سيل خليه من خلايا غلاف الحزمه اللي بتبقى حوالين الحزم الوعائيه الصغيره. ايه اللي بيحصل هنا؟ بيتم تثبيت ثاني اكسيد الكربون الغازي بواسطة إنزيم الفوسفوينول بيروفي كاربوكسيليز، وده اختصاره PEP كاربوكسيليز. والإنزيم ده بيقوم بتثبيت ثاني أكسيد الكربون على المستقبل الأول بتاعه اللي هو الفوسفوينول بيروفيك، اللي هو مركب ذو ثلاث ذرات كربون، واختصار الاسم PEP. تاني بيتم تثبيت ثاني أكسيد الكربون الغازي اللي هو جاي من الجو بواسطة إنزيم الفوسفوينول بيروفي كاربوكسيليز، اللي بيقوم بربطه على مركب ذو ثلاث ذرات كربون هو الفوسفوينول بيروفيك، واختصاره البي اي بي. طبعا الفوسفوينول بيروفيك مكون من ثلاث ذرات كربون، وبيثبت عليهم ذرة كربون تانية جاية من ثاني أكسيد الكربون، فيقوم يديني حمض مكون من أربع ذرات كربون، هو حمض الأوكسالو أسيتيك أسيد. أوكسالو أسيتيك أسيد ده حمض مكون من أربع ذرات كربون، وعشان ده الناتج الأول من تثبيت ثاني أكسيد الكربون في هذه النباتات، سميت هذه النباتات بالنباتات رباعية الكربون. بعد كده الأوكسالو أسيتيك أسيد هيحصل له اختزال بواسطة المرافق الإنزيمي ناد بي اتش، فيحوله إلى حمض الملك، وحمض الملك فيه أربع ذرات كربون أيضا. أو ممكن يتحول الأوكسالو أسيتيك أسيد عن طريق ارتباطه بمجموعة أمين إلى حمض الإسبراتيك. خلاص، يعني بعد ما يتثبت ثاني أكسيد الكربون على الفوسفوينول بيروفيك ويكون لي حمض الأوكسالو أسيتيك أسيد المكون من أربع ذرات كربون، ممكن تحصل حاجة من اثنين: يا إما يتحول الأوكسالو أسيتيك أسيد إلى حمض الإسبراتيك عن طريق إضافة مجموعة أمين له، أو إن هو يحصل له اختزال بالناد بي اتش عشان يتحول إلى حمض الملك. وسواء اتكون حمض الملك أو حمض الإسبراتيك، هينتقل بعد كده هذا الحمض اللي هو ذو أربع ذرات كربون إلى خلايا الضفيرة، إلى خلايا الإيه؟ الضفيرة. فإذا كان اتكون حمض الملك، حمض الملك هيحصل له أكسدة عشان يتنزع منه مجموعة كربوكسيل تخرج في صورة CO2. الأكسدة دي بتتم بإيه؟ بالمرافق الإنزيم المؤكسد ناد بي. يعني هو الأوكسالو أسيتيك أسيد اختزل بالناد بي اتش فتحول لملك، والناد بي اتش تحول لناد بي. بعد ما يكون الملك ويدخل لخلايا الضفيرة، بيجي يتأكسد بالناد بي عشان ينزع منه مجموعة كربوكسيل، تخرج مجموعة الكربوكسيل دي في صورة CO2 ويتحول الناد بي إلى ناد بي اتش. طيب CO2 اللي خرج من حمض الملك هيروح فين؟ هيروح متثبت بواسطة إنزيم الـ RUBB اللي هو إنزيم الريبسكو اللي قلت بيبقى موجود بوفرة في خلايا الضفيرة، اللي هي بيكون النظام الضوئي الثاني فيها معطل وما بيحصلش انحلال ضوئي للمية، يعني الأكسجين فيها بيبقى منخفض جدا. علشان كده الإنزيم هنا اللي هو إنزيم الريبسكو بيعمل بكفاءة عالية في تثبيت ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى سكر سداسي من خلال دورة كيلفن وبنسون. تمام؟ طيب لما تم أكسدة حمض الملك وتنزع منه ثاني أكسيد الكربون اللي هيتم تثبيته بإنزيم الريبسكو من خلال دورة كيلفن وبنسون عشان يكون السكر السداسي، الملك بقى تحول لإيه بعد ما تنزع منه مجموعة الكربوكسيل؟ بيتحول لحامض بيروفيك، هيرجع تاني إلى خلايا النسيج المتوسط علشان تحصل له فسفرة، يعني تضاف له مجموعة فوسفات في وجود إنزيم بيروفات فوسفات كينيز، إنزيم بيروفات فوسفات كينيز اللي هو هينزع مجموعة فوسفات من ATP ويضيفها الحمض البيروفيك فيحوله إلى فوسفوينول بيروفيك اللي هو المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون عشان يعيد استقبال جزيء تاني من ثاني أكسيد الكربون ويكرر الدورة. ده بالنسبة لحمض الملك. طيب لو حمض إسبراتيك، الإسبراتيك بعد ما يدخل هنا تمام هتحصل له أكسدة أيضا بواسطة مرافق إنزيم مؤنسب عشان يتنزع منه مجموعة كربوكسيل
تخرج في صورة CO2 عشان يتم تثبيت بواسطة انزيم الريبسكو في خلايا الضفيرة من خلال دوري كيلفن وبنسون وتكوين السكر الأكسيداز. والأسبارتيك نتيجة هذه العملية يتحول لألانين، يعني لما بيتأكسد عشان يخرج منه مجموعة كربوكسيل في صورة CO2 بيتحول الأسبارتيك إلى ألانين. الألانين ينتقل إلى خلايا النسيج المتوسط علشان يحصل نزع مجموعة الأمين اللي موجودة فيه ويتحول إلى بيروفيك، والبيروفيك يحصل له فسفرة في وجود إنزيم بيروفات فوسفات كينيز أو إنزيم نزع مجموعة الفوسفات اللي بينزعها من الـ ATP ويضيفها إلى البيروفيك عشان يحوله إلى فوسفوينول بيروفيك اللي هو المستقبل الأول يعيد استقبال ثاني أكسيد الكربون وتتكرر الدورة. باختصار كده سريع بقى بنقول ان في نباتات رباعية الكربون هيتم تثبيت ثاني اكسيد الكربون في مرتين في نوعين من الخلايا. المرة الاولى بيتم تثبيت ثاني اكسيد الكربون الغازي في خلايا النسيج المتوسط، وبيتم التثبيت هنا بواسطة انزيم الفوسفوينول بيروفيك كربوكسيليز، وهذا الانزيم محب لثاني اكسيد الكربون وكاره للاكسجين لانه ما عليهوش مواقع نشطة يرتبط بها الاكسجين، بيرتبط بثاني اكسيد الكربون بس. فبيقوم الانزيم ده بتثبيت ثاني اكسيد الكربون وربطه بالمستقبل الاول له اللي هو الفوسفوينول بيروفيك BEB ويحوله الى حامض اوكسالو اسيتيك اسيد اللي هو فيه 4 ذرات كربون، وحمض الاوكسالو اسيتيك اسيد بعد كده يا اما يضاف له مجموعه امين وتحول لسبارتيك، يا اما يحصل له اختزال وتحول الى مالك، وسواء يتكون المالك او السبارتيك بينتقلوا بعد كده من خلايا النسيج المتوسط الى خلايا غلاف الحزمه، وبعد وصولهم الى خلايا غلاف الحزمه بتحدث لهم اكسده لنزع مجموعه كربوكسيل بتخرج في صوره CO2، وبيتم تثبيت CO2 الناتج من اكسده هذه الاحماض الرباعيه بواسطه انزيم الريبسكو اللي هو RUBB كربوكسيليز، ويستكمل بقى تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون من خلال دوري كيلفن وبنسون علشان يكون السكر السداسي. اما حمض المالك او الاسبارتيك نتيجه الاكسده بيتحول المالك الى بيروفيك فيتنقل الى خلايا النسيج المتوسط، اما الاسبارتيك فبيتحول لألانين ينتقل ايضا الى خلايا النسيج المتوسط، البيروفيك يحصل له فسفره فيتحول الى فوسفوينول بيروفيك اللي هو المستقبل الاول علشان يعيد الدوره من تاني، اما الالانين بيحصل له نزع مجموعه الامين يتحول الى بيروفيك، والبيروفيك يحصل له فسفره عشان يتحول الى فوسفوينول بيروفيك. ومن هنا بيتضح لي ان اليه تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون في نباتات رباعيه الكربون واللي النباتات دي بتتفادى بها حدوث التنفس الضوئي تتمثل في ان ثاني اكسيد الكربون بيتم تثبيته مرتين وفي نوعين من الخلايا. النوع الاول اللي هو خلايا النسيج المتوسط اللي قلنا بيكون فيها النظام الضوئي الثاني شغال وفعال وتحدث الفسفره الضوئيه بالطريقه غير الدائريه، وبالتالي بيكون هناك تصاعد بنسبه كبيره للاكسجين. لكن في هذه الخلايا بيتم تثبيت ثاني اكسيد الكربون الغازي بواسطه انزيم كاره للاكسجين ومحب لثاني اكسيد الكربون، يعني نشاطه مش هيتاثر بالاكسجين المتصاعد بنسبه كبيره نتيجة الانحلال الضوئي للماء. ليه؟ لأنه كاره الأكسجين ومحب لثاني أكسيد الكربون، وهذا الإنزيم هو الفوسفوينول بيروفيك كربوكسيليز، ده اللي بيقوم بتثبيت ثاني أكسيد الكربون الغازي وربطه بمركب فوسفوينول بيروفيك اللي هو بيكون من 3 ذرات كربون فيحوله إلى أحماض رباعية، أي أن العملية تتمثل في تثبيت ثاني أكسيد الكربون الجوي وتخزينه في صورة أحماض رباعية اللي هي الأوكسالو أسيتيك أسيد والمالك والأسبارتيك علشان تتنقل هذه الأحماض المحتوية على ثاني أكسيد الكربون إلى خلايا الضفيرة، فيتم أكسدة هذه الأحماض الرباعية ونزع ثاني أكسيد الكربون منها ليعاد تثبيته في خلايا الضفيرة بواسطة إنزيم الريبسكو. ليه؟ لأن خلايا الضفيرة دي قلنا النظام الضوئي الثاني فيها بيكون معطل، وبالتالي بيكون تركيز الأكسجين فيها منخفض، علشان كده إنزيم الريبسكو اللي موجود فيها بيكون نشيط ويتفاعل ككربوكسيليز بشكل مستمر، يعني هيقوم بتثبيت ثاني اكسيد الكربون مش هيثبت اكسجين خالص علشان الاكسجين بيكون تركيزه منخفض. فالميكانيكيه هنا هي تثبيت ثاني اكسيد الكربون الغازي بواسطه انزيم محب ثاني اكسيد الكربون وكاره الاكسجين علشان يحوله الى احماض رباعيه يتخزن فيها، ثم تنتقل هذه الاحماض الرباعيه الى خلايا الضفيره اللي هي بتكون فقيره في الاكسجين نتيجه ان النظام الضوئي الثاني بيكون معطل، ويحدث اكسده لهذه الاحماض الرباعيه ونزع لثاني اكسيد الكربون منها علشان يتم تثبيته بواسطه انزيم الريبسكو من خلال دورة كيلفن وبنسون علشان يكون لي السكر السوداني.
السداسي، وإنزيم الريبسكو هنا في خلايا الضفيرة بيشتغل باستمرار ككربوكسيليز وما بيشتغلش كأكسجينيز نتيجة لانخفاض تركيز الأكسجين، وبالتالي بيكون كفاءة عملية البناء الضوئي في هذه النباتات عالية جدا رغم الظروف الصعبة اللي بتعيش فيها بسبب الصفات التشريحية والفسيولوجية اللي بتمكنها من تثبيت ثاني أكسيد الكربون بكفاءة عالية ومنع حدوث عملية التنفس الضوئي، ونتيجة لذلك بتكون هذه النباتات سريعة النمو وإنتاجها بيكون عالي. بيوضح لي هنا هو ده جزء من قطاع عرض في الورقة، دي بتمثل اللي هي معمولة باللون الرمادي، دي خلايا النسيج المتوسط، ودي خلايا غلاف الحزمة اللي هي بتحط الحزم الوعائية الصغيرة، وأخير دي جزء منها مكبره هنا، دي بتمثل خلية من خلايا النسيج المتوسط، ودي خلايا من خلايا الضفيرة، ودي عبارة عن أنبوبة غربالية من أنابيب الغربالية بتاعت اللحاء. بيقول لي إن بيتم تثبيت ثاني أكسيد الكربون الغازي بواسطة إنزيم البي إي بي كربوكسيليز في خلية من خلايا النسيج المتوسط، وهذا الإنزيم بيقوم ربط ثاني اكسيد الكربون بمركب ذو ثلاث ذرات كربون اللي هو الفوسفو اينول بيروفيك فيحوله الى حمض رباعي اللي هو اوكسالو اسيتيك اسيد اللي فيه اربع ذرات كربون، ثم بعد ذلك بيتحول الانزيم الاوكسالو اسيتيك اسيد الى الماليك اسيد عن طريق اختزاله، ويتنقل الماليك اسيد الى خليه الضفيره علشان يحصل له اكسده ونزع مجموعه كربوكسيل بتخرج في صوره سي او 2، بيتم تثبيته بواسطة انزيم الريبسكو في خلايا الضفيره وتحويله الى سكر سداسي. اما الماليك فبعد اكسدته بيتحول الى بيروفيك، البيروفيك بيتنقل من خلال الخيوط السيتوبلازميه اللي بتمر من النكر اللي موجوده بين الخلايا الى خليه النسيج المتوسط مره اخرى عشان يحصل له فسفره ويتحول الى فوسفو اينول بيروفيك يعيد استقبال جزيء ثاني من ثاني اكسيد الكربون. وقلنا هنا انزيم الريبسكو بيثبت ثاني اكسيد الكربون بكفاءه عاليه نظرا لانخفاض تركيز الاكسجين في خلايا الضفيره لان النظام الضوئي الثاني بيكون معطل، وطبعا السكر السداسي اللي بيتكون بيتنقل بعد كده للسيتوبلازم وممكن يتحول الى سكروز علشان يتم نقله من خلال الانابيب الغربالية الى الخلايا الاخرى اللي بيكون محتاجها في النبات. ننتقل الآن لشرح مسلك تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات العصارية المتشحمة. ده مسلك لتثبيت ثاني أكسيد الكربون في هذه النباتات بيكون مسلك مميز، لكن قبل ما نعرضه نقول ليه هذه النباتات تميزت بمسلك خاص لتثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون. أولا هذه النباتات هي نباتات جفافية عصارية بتعيش في البيئات الصحراوية وبتكون معرضة لظروف نمو صعبة جدا من حيث ارتفاع درجات الحرارة وشدة الإضاءة العالية نقص الإمداد المائي، علشان كده بتحصل فيها تحورات تشريحية وفسيولوجية تمكنها من مقاومة هذه الظروف الغير ملائمة، حتى أن مسلك تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون فيها يعتبر آلية لمقاومة الظروف الغير ملائمة أو التكيف مع ظروف البيئة اللي بتعيش فيها. إزاي الكلام ده؟ نشوف بقى الصفات التشريحية والفسيولوجية اللي بتميز هذه النباتات وتمكنها من مقاومة الظروف الغير ملائمة أو التكيف مع ظروف البيئة الصعبة. نلاقيها بتتمثل في الآتي: كثير من هذه النباتات بيكون أوراق صغيرة الحجم عشان يقلل مساحة السطح الناتح اللي هو المعرض للجو. الحاجة الثانية بتكون طبقة سميكة جدا من الأدمة فوق بشرة الأوراق علشان تقلل من فقد الماء بالتبخير بفعل الحرارة العالية والإضاءة الشديدة اللي تسقط عليه. الحاجة الثالثة إن هي بتكون صغور غائرة في الأوراق، يعني مستوى السقوط بيكون منخفض عن مستوى سطح البشرة، وهذه الصغور تغطيها شعرات كثيفة بتضلل عليها عشان تحميها من التعرض المباشر لأشعة الشمس. النقطة اللي بعد كده إن هذه النباتات لا توجد بها خلايا الضفيرة، الخلايا اللي هي بتحيط بغلاف الحزمة وتحتوي على بلاستيدات خضراء زي اللي موجودة في النباتات رباعية الكربون، وبالتالي فإن تثبيت ثاني أكسيد الكربون في هذه النباتات بيتم في نوع واحد من الخلايا وهي خلايا النسيج المتوسط. الميزة اللي بعد كده إن مسلك أو مسار تثبيت ثاني أكسيد الكربون في هذه النباتات برغم إنه مسلك مميز لهذه النباتات إلا أنه يشبه إلى حد ما مسلك تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات رباعية الكربون، من حيث إيه؟ المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون في هذه النباتات هو مركب فوسفو اينول حمض البيروفيك، فوسفو اينول بيروفيك اسيد اللي هو فيه ثلاث ذرات كربون، والانزيم اللي بيقوم بتثبيت ثاني اكسيد الكربون هو انزيم فوسفو اينول بيروفيك كربوكسيليز زي النباتات رباعية الكربون، تمام؟ الناتج الاول من تثبيت ثاني اكسيد الكربون هو حمض الاوكسالو خليك اللي هو فيه اربع ذرات كربون. يبقى اذا العناصر الرئيسيه لمسلك تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون في نباتات الارض الحمض العصاري التشحمي بتشبه ما يحدث في نباتات رباعيه الكربون، ولكن
لكن الاختلاف ما بينهم بيكون في ايه؟ ان في النباتات رباعيه الكربون بيتم تثبيت ثاني اكسيد الكربون مرتين في نوعين من الخلايا، اما في النباتات العصبيه المتشحمه بيتم تثبيت ثاني اكسيد الكربون مرتين بس في نوع واحد من الخلايا فقط، هي خلايا النسيج المتوسط. النقطه الثانيه ان تثبيت ثاني اكسيد الكربون بيتم في النباتات العصاريه ليلا عندما تكون الصخور مفتوحه، لان هذه النباتات من مميزاتها ايضا اللي هي مميزاتها التشريحيه اللي بتقوم بها الظروف الغير ملائمه، ان صخورها تفتح ليلا وتغلق نهارا اثناء الاضاءه الشديده والحراره العاليه كاليه او ميكانيكيه لمقاومه النفح او تقليل النفح، بينما في نباتات رباعيه الكربون بيتم تثبيت ثاني اكسيد الكربون نهارا. تاني كده نقولهم، نقول هذه النباتات بتمتاز بتشريحيه وفسيولوجيه تمكنها من التكيف مع ظروف البيئة الصعبة اللي هي بتعيش فيها، وانها تحافظ على حياتها وتنمو وتنتج. من اهم هذه الصفات ان كثير منها بيكون اوراق صغيرة الحجم عشان يقلل مساحة السطح النافح، كلها بتكون طبقة كيوتيكل او طبقة ادمة سميكة جدا على بشرة الاوراق علشان تقلل من فقد الماء بالتبخير من سطح الاوراق. الصخور اللي بتتكون في الاوراق بتكون غائره على مستوى سطح البشره العاديه وتغطيها شعارات كثيفه عشان تحميها من التعرض المباشر لاشعه الشمس. لا يوجد في هذه النباتات خلايا ضفيره اللي هي خلايا غلاف الحزمه اللي بتحيط بالحزم الوعائيه الصغيره وتحتوي على النسيجات الخضراء كما في النباتات رباعيه الكربون، وبالتالي بيتم تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون في هذا النوع من النباتات في نوع واحد من الخلايا، هي خلايا النسيج المتوسط. النقطه اللي بعد كده، ان صخور هذه النباتات تفتح ليلا وتغلق نهارا، لصفه تشريحية مميزة لها تماما ولها دور كبير في التكيف مع ظروف البيئة اللي بيعيش فيها هذه النباتات. النقطة اللي بعد كده هي النقطة رقم 5، أن هذه النباتات بتسلك مسلك معين في تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون يشبه مسلك تثبيت واختزال ثاني أكسيد الكربون في النباتات رباعية الكربون، من حيث أن المستقبل الأول لثاني أكسيد الكربون هو مركب فوسفوينول بيروفيك ذو الثلاث ذرات كربون، والإنزيم اللي بيقوم بتثبيت ثاني أكسيد الكربون هو إنزيم الفوسفوينول بيروفيك كربوكسيليز، والناتج الأول من تثبيت ثاني أكسيد الكربون هو حمض الأوكسالو خليكي اللي بيكون من 4 ذرات كربون. لكن بتختلف النباتات العصرية المتشحمة عن النباتات الرباعية في نقاط تثبيت ثاني أكسيد الكربون، ففي نباتات الأيض الحمض العصاري التشحمي يتم تثبيت ثاني أكسيد الكربون ليلا عندما تكون الصخور مفتوحة، أما في النباتات رباعية الكربون بيتم تثبيت ثاني أكسيد الكربون أثناء النهار. الحاجة الثانية، إن في نباتات الأيض الحمض العصاري التشحمي بيتم تثبيت ثاني أكسيد الكربون مرتين في نوع واحد من الخلايا، هي خلايا النسيج المتوسط، أما في النباتات رباعية الكربون بيتم تثبيت ثاني أكسيد الكربون مرتين في نوعين من الخلايا، هي خلايا النسيج المتوسط وخلايا الضفيرة. طيب نشوف بقى ازاي بيحدث مسلك تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون في هذه النباتات. الصورة اللي قدامي بتوضح لي كيفية تثبيت واختزال ثاني اكسيد الكربون في نباتات الايض الحمض العصاري التشحمي. الرسمة الاولى اللي عندي هنا دي بتمثل لي اللي بيحصل اثناء الليل عندما تكون الصخور مفتوحة، هتكتب لي تحت هنا نايت استوماتا اوبن، يعني بالليل عندما تكون الصخور مفتوحة بيدخل ثاني اكسيد الكربون ويتم تثبيته بواسطة انزيم الفوسفوينول بيروفيك كربوكسيليز زي ما قلت، اللي بيقوم بربط ثاني اكسيد الكربون بالمستقبل الاول اللي هو فوسفوينول بيروفيك، فيحوله الى حمض ذو 4 ذرات كربون اللي هو الاوكسالو اسيتيك اسيد. الاوكسالو اسيتيك اسيد هيحصل له زي ما حصل في النباتات رباعيه الكربون، يحصل له اختزال فيتحول الى حمض الملك. الملك هنا يتنقل الى الفجوه العصريه بتاعت نفس الخليه، ده التفاعل اللي بيحصل بالليل. يبقى بالليل عندما تكون الصخور مفتوحه بيتم تثبيت ثاني اكسيد الكربون الغازي بواسطه انزيم فوسفوينول بيروفيك اللي بيربط ثاني اكسيد الكربون بمركب الفوسفوينول بيروفيك اللي هو ذو 3 ذرات كربون ويحوله الى حمض رباعي اللي هو اوكسالو اسيتيك اسيد، والاوكسالو اسيتيك اسيد يتحول لحمض رباعي اخر هو الملك. الملك ده بيعتبر المخزن اللي اتخزن فيه ثاني اكسيد الكربون الغازي اللي تم تثبيته، فيتنقل الى الفجوه العصاريه ويخزن بها حتى النهار. الرسمة الثانية اللي عندي هنا بتمثل لي بقى التفاعلات اللي بتحصل أثناء النهار عندما تكون الصخور مقفولة، day نهار، استوماتا كلوزد، تمام؟ إيه اللي هيحصل بقى؟
حمض الملج اللي تم تخزينه في الفجوة العصرية بتاعت الخلية هيخرج للسيتوبلازم تاني، ولما يخرج للسيتوبلازم هتحصل له أكسدة لنزع مجموعة كربوكسيل تخرج في صورة CO2. يعني هنا الملج كان مجرد مخزن بس تخزن فيه ثاني أكسيد الكربون أثناء الليل، وبعد كده في النهار بيخرج من الفجوة العصرية علشان يتنزع منه ثاني أكسيد الكربون ويتم تثبيته في البلاستيدة الخضراء بواسطة إنزيم الريبيسكو من خلال دور كيفن وبنسون علشان يكون السكر السداسي. وطبعا الكلام ده بيتم بمعدل كبير، فالسكر السداسي اللي بيتكون جزء بتاخد الخلايا تستخدمه في احتياجاتها سواء انتاج طاقة او انتاج مركبات عضوية اخرى، والجزء الزيادة بتخزنه في صورة نشا عشان النشا ده اثناء الليل اهو لما الصخور بتفتح بيتحلل ويتحول لسكريات ثلاثيه ترايوز فوسفات، سكريات ثلاثيه مفسفره اللي هي هتتحول بتفاعلات معينه الى فوسفوينول بيروفيت اللي هو فوسفوينول حمض البيروفيك المستقبل الاول لثاني اكسيد الكربون عشان يعيد استقبال ثاني اكسيد الكربون مره اخرى ويثبته ويحوله لاحماض رباعيه تخزن في الفجوه العصاريه حتى النهار التالي، وفي النهار التالي يخرج الحمض الرباعي اللي هو حمض الملج الى السيتوبلازم عشان يعاد اكسدته ونزع ثاني اكسيد الكربون منه ليتم تثبيته بواسطه انزيم الريبسكو داخل البلاستيدات الخضراء من خلال دور كالفين وبنسون علشان يدينا السكر السداسي وهكذا. اتمنى ان انا اكون غطيت عمليه البناء الضوئي بالاجزاء اللي انا شرحتها تغطيه وافيه وشرحتها شرح مبسط يسهل عليكم فهم المعلومات اللي تم شرحها والالمام بعمليه البناء الضوئي بشكل مرضي، واتمنى من الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الهدايه والتوفيق وان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا دائما، والى ان القاكم في محاضره اخرى مع موضوع جديد من موضوعات فيسيولوجيا النبات. اترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم مني خالص تحياتي وأطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.